شباب شوفوا هذا المقطع حاليا صاعد ترند، هذا القط حاليا معلقين على رقبته كاميرا، ولحق ورا قط ثاني او بزونه ثانيه على مود هي دخلت للمنطقه الخاصه مالتها، يعني الحي. تشوفون شباب شلون لحقت وراها؟ مستحيل. تشوفون السرعه، تشوفون الاحتراف. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطوني لايك. شوفوا رجليها حلوه شباب، تشوفون رجليها تخبل وانت تركض. بابا الاحتراف خرب لنا. شلون سوق سياقه اسطوريه. اي راح يك مش راح يك مش راح يك مش بابا شيء. لا 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 كوماشي كوماشي انهزم ايضا كوماشي ايضا. حلو الكاميرا تفلشت يا شباب. بعدها هم كوماشي. طبعا هذا القط اللي حق ورا القط هذا الثاني مستحيل، يعني فت قوي. هاي بعدين حق ورا انا عبالي عافه. مستحيل 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 ما بقى شيء. ذاك شوي صار سريع، ذاك شد محرك مال بي ام. وهذا خطيه فات بحلقه شعر. تشوفون شباب بحلقه فايت شيء، يعني شعر او شجر او شعر القط الثاني. مستحيل شعر مال القط الثاني. بعد قط خطيه ذاك الثاني يركض. اخو عباس يركض. اخو زب عباس هاي مثل عراقي نسيته. لا شباب راح يخلص المقطع، خلاص المقطع.